68 عاما بعد صراع مع المرض. وتعتبر الراحلة إحدى القامات الشامخة في المسرح المغربي، حيث عاشت مرحلة النجاح الفني أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وساهمت في تأسيس فرق مثل مسرح الشعب ومسرح الفرجة ومسرح الفنانين المتحدين. وسنة 2007 عينت ثريا جبران وزيرة للثقافة، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة في عدد من المهرجانات الوطنية والدولية، من قبيل وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.